اليسار يوسع والتدسس. لاعب كيف قام بتمريره؟ وتاريخيا نيجيريا يعاني دائما في الدفاع، لاعبين في الهجوم في الوسط، لكن دفاعه دائما هكذا بطيء واخطاء. لكن ما يحسب للمنتخب مدغشقر، نعم، لاعبين ملقاشين، نعم، ضغط عالي، نعم، لاحظ تمركز اللاعبين. صحيح، نحن نتكلم عن المنتخب اول مره يشارك، هي طبعا في المباراه اول مره يكتشفون بتاع الحال. نعم، شفنا كل المنتخبات التي لحظات ودخل جروس، هذا هو لاعب ادريانا تسينورو استفاد من كذلك من احد لاعبي الذين شكلوا الجدار قبل ان تغارد الحارس إيتينوا.